فهادو مرام اليوم جينا لكم فيديو جديد. اليوم جينا واحد لو ريستوران. المهم جيت نشارك معكم قبل ما نبداو الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وكومنت ويلا نبداو. المهم نسيت ما قلت لكم، هذا العشاء اللي دابا تعشينا بالمناسبه ديال عيد ميلاد ديالي عرض عنا فاش خالتي كنت كنقول خشي. المهم غادي نكملو ورجع لكم. المهم اول حاجه هاد تاكوس ميكس بلا تحت الكاميرا كاين، هذا مع الفريد ديالو، وهاد تاكوس بولي، وهاد بيتزا ديال باستيشو. هذا هو سميتو هادشي اللي بغينا حنايا، وصافي. البيتزا ديال خالتي باقا ما جاتش، يا هي فيها الشامبينيون. المهم نقانق ولا دهنت فيه من الفرماج والزيتون بالطبيعة. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو. المهم انا مكنقدش على هاد الماكلات قاصحين مكيعجبونيش. المهم هادشي اللي دومونديتو مقديتش نكملو. المهم كملت العصير صافي، هادشي اللي كان في هذا الفيديو. المهم قبل ما نسالو نبداو الفيديو، قبل ما نسالو الفيديو ما تنساوش ديرو لايك وسبسكرايب وكومنت وبسلام عليكم. بقاو معنا نديرو جولة في هذا المحل اللي سميتو كاندي فروي.